في أول أيام رمضان، مذيعة مصرية تقتل زوج شقيقتها. ارتكبت مذيعة مصرية جريمة قتل في أول يوم من شهر رمضان، راح ضحيتها زوج شقيقتها. وألقت الشرطة القبض على المذيعة رانيا التي تعمل في محطة إذاعية محلية على خلفية مقتل زوج شقيقتها طعنا بالسكين في منزلها. وقالت المذيعة في استجواب الشرطة أنها كانت في حالة دفاع عن النفس ولم ترغب في قتل الضحية وفقا لمصدر أمني. وأضاف المصدر أن رانيا ذهبت إلى منزل شقيقتها بعدما راودتها معلومات أن زوج شقيقتها أبلغ عن مكان اختباء زوج المذيعة الهارب. وبعد اشتباك بينهما تطور الأمر إلى أن أمسكت المذيعة بسكين وطعنت الضحية الذي نقل إلى المستشفى أن لفظ آخر أنفاسه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من بي إن ماروك.